عرسان غور في انتظاركم على قناة سبيس تون الرسمية على اليوتيوب. اشتركوا الآن وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. لا شك لدينا في النجاح، نجنيهم عن بعد الكفاح، أبطالا نقدم لا نهار في وجه الباطل والصعاب. العالم في خطر داهم، من يحسبنا نقول واهم، أبطال نقدم لا نهار في وجه الباطل والصعاب. كالصخر كالريح كالجليد، كالنار نمضي لا نحيد. وميتي أبطال لا نهار. غورميتي، دقة الجليديين. ما أكبر الطاقة التي سرقها فويتس من غورم؟ أي يعني هذا أننا سننتصر هذه المرة؟ لا تنسى أمر فرسان الميكا، إن استطاع الأبطال إيقاظ الفارس الأخير يا صديقي سيلقون حتفهم. حتى لو استطاعوا إيقاظهم سأقضي على الغورميتيين. كريبتوس، عليك أن تسحق أولئك الأولاد. هيا. رائع، ها قد عدت يا غورم. استعدوا لمواجهة كريبتوس. يمدني برج الميكا الجليدي بطاقة كبيرة لا حد لها، يمكنني فتح بوابات لا حصر لها. كريبتوس، يكفي لعبا وتضيعا للوقت، هيا اذهب إلى القاعدة في الحال. لن أخيب أملك يا زعيم، أنا الأمل الأخير للداركن وعلي إيقاف أولئك الأولاد. لا، لست الأمل الأخير للداركن يا كريبتوس، هناك أمل آخر غيرك. إنه داركن الأقوى والأكثر شرا منكم جميعا أيها الحمقى الضعفاء. إيكور، علينا التوجه إلى القاعدة الآن. ما الذي تنتظره؟ أفكر في خطة محكمة لضمان نجاحنا. يكفي، إنك تضيع الوقت، سنتوجه إلى القاعدة الآن. لم يسبق أن رأيت إيوكي غاضبة هكذا. ألست من تقولين كل مرة إن علينا التفكير في خطة؟ بلى، قلت ذلك لكم. أنا آسفة جدا لأني فقدت السيطرة على نفسي. لقد كنت مخيفة جدا، لكنك على حق. حسنا، لنتوجه إلى القاعدة في الحال. مذهل، ما هذا؟ أين نحن؟ إنه صرح الملكة الأولى لأرض الجليد، ويجب أن تكون القاعدة مقابله تماماً. حسبتها بدقة، ها هي ذي القاعدة. هكذا؟ بهذه البساطة؟ أمر ممل جداً. دعونا نضف بعض المرح على أرض الجليد. هيا يا إيكور، أنت جليدي، أرنا مهارتك في التزلج. يفوز من يصل. توقف، يمنع تحريك أي حجر هنا، ويمنع الصعود إلى قمة الصرح أيضاً. يبدو أن أحدهم خالف قوانين الجليد. إنه كريبتوس، انتبهوا. ستكون هذه القاعدة ملكاً للزعيم فويتس، ابتعدوا عنها في الحال أيها الأولاد المزعجون. القاعدة. نحن عالقون وسط المياه الباردة على قطعة من الجليد. أنا لا أحب المياه، ولا سيما المياه الباردة. علينا العودة إلى اليابسة.
لا أستطيع استعمال الدرع قرب القاعدة. أنا سأجرب. لا تفعلوا شيئاً، دعوني أفكر. بسرعة أرجوك. حان وقت الوداع أيها الجورميتيون الصغار. بل حان الوقت للقاء أحد الأصدقاء يا ذكي، سمعت؟ نداء إلى فرسان الجورميتي، الاندفاع الجليدي. دياكوس تقدم. طاقة الميكا، قوة مذهلة. كريبتوس. انظر خلفك يا دياكوس. أنت بطيء. علينا التحرك بحذر ودقة، فقد يهاجمنا كريبتوس من أي مكان. دياكوس، 172 إلى يسارك. ثلاثة عشر إلى الأعلى. جليد الهلاك. أحسنت يا بطل، تحديدك للضربات دقيق. يستحيل أن تتوه إن كانت معلوماتك دقيقة. 52 إلى اليسار. سبعة وأربعون من الأسفل. نحن عالقون هنا، وإيكور يخوض المعركة على أقل من مهله. أيعجبك هذا الجنون يا أيرون؟ أتسمي هذا جنوناً؟ نحتاج إلى شيء ممتع أكثر. لا، أنا لا أجيد السباحة أبداً. وأخيراً شيء ممتع. أنت أكثر جنوناً من الريح. عليك تنشيط القاعدة في الحال يا إيكور. انتهى وقت الرقص يا بطل، والآن استعد، فقد حان وقت الوداع. بل حان الوقت للبدء بأمر آخر، سنريه خفة الجليديين. 43 درجة إلى اليسار و 57 إلى الأعلى. أنا قادم أيها الداركن. أتريد أن تقاتلني من قرب أيها المتطفل؟ ليت لدي وقتا أطول كي أسحقك، ولكن عندي ما هو أهم منك. أنت؟ أتظن أنك ستهرب؟ دياكوس الآن. لقد تم تحديد إحداثيات الضربة. العاصفة المطرية. الدقة مطلوبة. ماذا؟ الانفجار المطلق. أنا في سرعة مناسبة مع درجة زاوية المنحدر. أتظن نفسك ذكيا أيها الجليدي؟ إلى اليمين، إلى اليسار. نسيت إخبارك أنني ربحت في بطولة التزلج حينما كنت في الرابعة من عمري. لقد تشتت انتباه بطلك أيها الفارس الجليدي، صار هجومك ضعيفا. هذا لا يهمني، أنا أتسلى معك بعض الوقت فقط يا كريبتوس. أكاد أصل، السرعة القصوى، والآن 46 درجة إلى الأعلى. انظروا، ها هو ذا، إيكور يطير في الهواء. سيصل بلا ريب. يصل؟ لا أظن ذلك. أمسكت به. سأريك. إن كانت حساباتي دقيقة، فسأهبط قرب القاعدة تماماً.
رائع، تم تنشيط القاعدة. تمسكوا جيدا. نتمسك؟ لم ينتهي الأمر أيها الجورميتيون. إيكور، إذا ننهيه الآن. سأنتبه. العاصفة المطرية. مهلا، انتظر. لا. إيكور، أنت ماهر جدا في الطيران والتزلج. كل هذا بفضل حساباتي الدقيقة. كانت كل الحركات مدروسة وبدقة شديدة. الجليديون ماهرون في إطفاء الرتابة والملل. أصدقاء سبيستون، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات لمشاهدة الحلقات التالية.